علي معلول ملك الحلول واسرع دليفري في مصر، رسميا يجدد عقده مع النادي الاهلي لغايه 2024. ده اول موضوع معانا في الحلقه. تاني موضوع معانا في الحلقه يا برنس، رسميا برضه مصطفى محمد في جلطة سراي التركي يا برنس لغايه 2025. تالت موضوع معانا في الحلقه، الموضوع اللي فتحت في نادي الزمالك مره واحده كميه الحدائق اللي فتحت، وخلاص حديقه شيكابالا كانت اخر حديقه ومش عارف لسه يعملوا حدائق تاني ولا ايه يا برنس. المواضيع النهارده معانا جامده جدا والاخبار معانا ناريه يا برنس. ما تنساش كده يا برنس اللايك بتاعك، انت ما بتعملش اللايك بتاعك وعارفك وهجيبك اللايك بتاعك كده. ولو انت اول مره تشوفنا يا ريت تنزل تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس يا برنس وتصلي على سيدنا محمد. نتكلم اول حاجه على علي معلول ملك الحلول اسرع دريفري في مصر. يا برنس، علي معلول هل ان هو يستحق ان هو يجدد مع النادي الاهلي؟ هل علي معلول بيفيد النادي الاهلي؟ كل ده هنتكلم عليه بقى. علي معلول لو جيت بصيت هو احسن باك شمال في افريقيا. وعلي معلول هو سلاح للنادي الاهلي في المباريات، يعني علي معلول يعني مش الباك الشمال اللي هو ايه؟ اللي هو يرفع اوفر والكلام ده، لا، ده علي معلول في مباريات للنادي الاهلي بيخلص ماتشات. افتكر معاه ماتش غزل المحله وماتش الاتحاد السكندري السنه اللي قبل اللي فاتت، واقعد افتكر كتير علي معلول باوفراته بكروساته بيشوط فاولاته بكل حاجه. لا، علي معلول كان لازم يجدد. علي معلول من اللعيبه اللي مفيده للنادي الاهلي، وتحس كده يا برنس علي معلول ده ابن النادي، يعني تحس كده ابن النادي، واحد كده يعني ما بيجي يلعب بيلعب يعني بروح، مش اللي هو بيلعب كده وخلاص بقى انا محترف يا شباب وجاي يومين كده اقضيهم. لا، علي معلول مش كده، علي معلول من اللعيبه الرجاله جدا. علولو اسرع دريفر في مصر كان لازم يجدد، يعني هو قال لك انا باذن الله انا اختم حياتي في النادي الاهلي بجد 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 يعني. وكمان الكلام اللي طلع من اداره النادي الاهلي قالت لك بعد كده لما علي معلول باذن الله لما يعتزل هيبقى ليه منصب في النادي الاهلي، يعني اول واحد، يعني بيتهيألي علي معلول ده هيكون اول واحد في تاريخ النادي الاهلي يعني غير مصري عشان هو تونسي، هيبقى يعني ماسك منصب داخل النادي الاهلي من ابنائه، ان هو خلاص علي معلول تعتبره كده ابن الاهلي. هو كان لازم يجدد وكان لازم ان هم يطلعوا ان هو خلاص، يعني علي معلول خلاص مسافر مع تونس فكان لازم يجدد مع النادي الاهلي وخلاص يا برنس. الكلام بقى اللي كان طالع قبل كده ده معلول مش عارف راح الخليج، ومعلول معلول في سنه من السنين جاله عرض من بيراميدز، يعني شوف اللي هو بياخده مع النادي الاهلي يعني ثلاث اضعافه ورفض. رفض ليه بقى؟ ده اللي اختار، يعني ده اللي اختار بين اسم وتاريخ وبطولات وانجازات وجمهور وكل حاجه، وفي واحد تاني اختار الفلوس على طول. ما مش كل حاجه فلوس، مش كل حاجه فلوس. لازم انت كلاعب كوره في الاخر اللي بتحط في تاريخك مش فلوس، في الاخر اللي بتحط في تاريخك بطولات وانجازات وتاثيره في المباريات، كان مؤثر قد ايه في ماتشات النادي الاهلي وتاريخه عامل ازاي مع النادي الاهلي. لا، علي معلول اثبت للناس كلها ان هو يعني احسن باك شمال جه للنادي الاهلي. اه كان موجود سيد معوض وعبد الوهاب الله يرحمه، ولكن معلول يعني باك شمال عصري، باك شمال باك شمال يعني. يعني بص اللي بيبقى ايه ان علي معلول ده في يعني في اوقات من المباراه يعني في ماتشات بتلاقي مثلا ايه اللعيبه او المدافعين بيبقوا مثلا يمسك الهاف رايت والهاف ليفت والكلام دوت، او يمسك المهاجمين، او يمسك مثلا واحد زي تحت قفشه اللي هو صانع الالعاب، بس ما فيش ما بيكونش حاطين في دماغهم او في حساباتهم ان حد يمسك واحد من الباك، يعني يعني ما بتبقاش في الحسابات دي، بتبقى الحسابات اللي هم الثلاثه اللي قدام او الاربعه اللي قدام. ما فيش فرقه او ما فيش مدرب ان هو يقول لمدافعينه خليك ماسك الباك. عشان كده علي معلول بتلاقيه بيجي من ورا بيكون فاضي، وعلي معلول حريف لعيب كوره، مش اللي هو ايه بيعدي ومدافع وكل اه بيبقى عنده بعض يعني بعض يعني الحتت برده في الحتت الدفاعيه، عشان هو هجومي اكتر، هو هجومي اكتر مش دفاعيا. وانت كنادي اهلي انت محتاجه كهجومي اكتر، انت كنادي اهلي وشخصيه النادي الاهلي وكحجم النادي الاهلي انت مش هتنزل في فرق تنزل تدافع قصادها، انت كنادي اهلي بتبقى عاوز تهاجم، انت كنادي اهلي بيبقى محتاج انك تهاجم الفرق، بتبقى محتاج انك تبقى ايه عندك حلول غير اللي قدام. فعلي معلول ملك الحلول هو يا برنس يعني من ضمن الاسلحه بتاعت النادي الاهلي يا برنس. ومبروك علينا يا برنس تجديد علي معلول بقى كده، الواحد فرح وخلاص بقى. الناس بتقول لك كان ماشي ومش ماشي، رغم بقى كده بتطلع تقول لك ايه زي بن شرقي ومش بن شرقي. بن شرقي لغايه دلوقتي لسه ما جددش مع النادي الاهلي، قصدي لسه ما جددش مع نادي الزمالك. الناس بقى تقعد بقى تحفل وكده. انت بص بص نادي شغال ازاي ونادي شغال ازاي،
بص النادي بيعمل ايه ومخطط لايه وراسم لايه وكل حاجه في ميعادها، ونادي مفيش اي حاجه. ماشي. الموضوع التاني معانا يا برنس رسميا مصطفى محمد في جلطة سراي التركي خلاص، وكل كان يعني كل الناس كان متوقع ان مصطفى محمد مش هيجي نادي الزمالك خلاص. واحد راح الدوري التركي، واحد حط رجله في اوروبا، واحد خلاص تالق مع جلطة سراي، واحد بقى ماشي بخطه ثابته في الدوري التركي يا برنس. ومصطفى محمد من اللعيبه اللي انا توقعاتي يا برنس ان هو هيقعد سنه في جلطة سراي، ولكن السنه اللي بعديها توقعاتي ان مصطفى محمد هيروح الدوري الانجليزي. افتكر الكلمه دي، هيروح الدوري الانجليزي. انا حاسس ان مصطفى محمد لايق عليه الدوري الانجليزي، وكل الفرق يعني مثلا كل فرق في العالم او في الدوريات الكبرى بتبص مثلا على الدوري مثلا السويسري، الدوري مثلا التركي، الدورات اللي هي بتبقى لها دي بتقعد تنقي من بعض يعني من بعض الفرق اللي هي قويه في الدوريات ديت وتجيبهم. ومصطفى محمد ظاهر بشكل مستوى يعني جامد جدا مع جلطة سرايا برنس، وهو مهاجم اللي هو قوي جسمانا وتحرك وبيلعب بدماغه كويس وبيشوط برجله الاثنين، بيمتلك يعني مهاجم رقم 9 صحيح، يعني مهاجم رقم 9 رقم 9 يعني. فهو يعني جلطة سراي كان في كلام بقى ان هم يرجعوه، ان هم ما يفعلوش العقد اللي هو بند الشراء وكل الكلام ده، ولكن خلاص ان هو قبل يعني قبل ما يطلع اقرا كان في العقد بند، البند ده يحق لجلطة سراي ان هو يشتري مصطفى محمد بمبلغ 4.5 مليون دولار. وخلاص يعني هم يقولوا يوم 27 ديسمبر خلاص النهارده اعلنوا الموضوع قبل الميعاد دوت، لو عدى اليوم ده مثلا وصل لاخر الشهر 30 مثلا 30 في الشهر خلاص جلطة سراي ما ينفعش ان هو يفعل العقد ده ويشتري مصطفى محمد اللي هو عايز يشتريه من نادي الزمالك بقى بالقيمه اللي هو يقولها، مش ال 4.5. ان هو مثلا يقول لهم ايه، ما ممكن نادي الزمالك بقى بعد ما تالق ومشي بمستوى ثابت مع نادي الزمالك ممكن نادي الزمالك عاوز 10 مليون. ما الكلام اللي سمعناه من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قال لك يا مصطفى محمد ده بيعه ب 20 مليون ولا 25 مليون. فجلطة سراي لحق نفسه في الحته ديت يا برنس ان هو يشتري مصطفى محمد من نادي الزمالك خلاص رسميا، والفلوس اللي جايه من مصطفى محمد هتفيد نادي الزمالك. ركز معايا، الفلوس اللي جت من ورا مصطفى محمد هتفيد بشكل كبير نادي الزمالك في ان هو يحل المشاكل الماليه اللي عنده والازمات الماليه اللي عند نادي الزمالك، وان هو يحاول ان هو يعني يحل المشاكل ديت اللي نادي الزمالك بيمر بيها يا برنس، ان هو بيمر ببعض المشاكل الماليه والتاخر مش عارف فلوس ده يرفع عليه قضيه يديله فلوس، تحس نادي الزمالك ماشي ايه كل واحد ماشي انا ارفع قضيه واجيب فلوس كل الكلام ده. ولكن مصطفى محمد في كلتا الحالتين هيفيد نادي الزمالك وهيفيد منتخب مصر، ان هو لما يروح في الدوري مثلا اي الدوري التركي او اي دوري تاني باذن الله يطلع دوري اعلى مثلا دوري اسباني دوري انجليزي دوري ايطالي، ان هو يروح هناك مستواه هيعلى جدا وهيكسب خبرات ويعني الكواليتي بتاعه هيعلى جدا 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 يا برنس، وهيفيد في الاخر منتخب مصر باذن الله اللي عندنا باذن الله. فاهم انت امم افريقيا يوم 9 يوم الماتش بتاعنا يوم 11/1 باذن الله مع نيجيريا، وربنا يستر ربنا يستر. ماشي. الموضوع التالت اللي معانا، الموضوع ده بقى يا برنس انت ايه وطيت صوتي يعني. الموضوع التالت اللي معانا ده موضوع درك يعني فاهم انت ما تفهمش حس فتح على الرابع في نادي الزمالك، يعني نصحى من النوم نلاقي حديقه رضا عبد العال قلنا ماشي، تصحى بعديها تاني يوم حديقه محمد صلاح قلنا لا، ناس وقفت قال لك الراجل بيكلم يعني محمد صلاح زملكاوي ومش زملكاوي وعد الموضوع، تصحى تالت يوم حديقه طارق حامد، تصحى رابع يوم لا ده ما صحيناش دي بالليل يعني هو بالليل الموضوع ده بالليل يا برنس بعد ماتش الاهلي اساسا يعني الموضوع ده حصل بعد ماتش الاهلي، فجاه تلاقي نادي الزمالك حديقه شيكابالا. طب هو في ايه؟ انا مش عارف ايه كميه الحدائق، يعني نادي الزمالك بقى في مره واحده كرم رموزه بكميه حدائق، يعني مش عارف في زرع جديد طلع في النادي انا مش فاهم، والناس تقعد تفكر والناس تقعد تتريق على الموضوع ده، ولكن انت تبص للموضوع دوت بشكل يعني مختلف تماما تقول نادي الزمالك مثلا ايه؟ يا ترى هو بيعمل ليه كده ومش بيعمل ليه؟ ولكن حاجه كويسه ان هو يكرم نجوم نادي الزمالك بشكل كبير جدا ويخلي جمهور نادي الزمالك يعني طب يعمل مثلا حديقه لجمهور نادي الزمالك او حديقه جمهور الزمالك حاجه حلوه برضه حاجه حلوه، ولكن انا مش عارف كميه الحدائق اللي فتحت في نادي الزمالك مره واحده كده يا برنس. ولكن يا برنس حلقه النهارده يا ريت يا رب تكون عجبتك، وان شاء الله يعني نستمر كده معانا لايكاتك بقى واشتراكاتك والاشتراك بتاعك وصلي على سيدنا محمد يا برنس، وفي الايام القادمه يبقى في حاجات كتيره جديده جدا جدا يا برنس، اللايك بتاعك واشتراكك لو انت لسه ما اشتركتش وصلي على سيدنا محمد وسلام يا برنس.